كتاب لغتي العربية للصف الثالث إلى تدريبات صفحة 53، التدريب السابع وهو أكمل ما يأتي. صديق أتى، هنا اسم مفرد، اسم مفرد مذكر. صديقان يدل على اثنان وهو المثنى، وهو المثنى. المطلوب من هذا التدريب هو التحويل من الاسم المفرد إلى المثنى، من الاسم المفرد إلى المثنى. المثنى هو اسم يدل على اثنان أو اثنتان بزيادة ألف ونون، بزيادة ألف ونون على آخر الاسم المفرد، على آخر الاسم المفرد. عندنا كلمة صديقة، صديقة هنا أتت اسم مفرد مؤنث. عند التحويل من الاسم المفرد المؤنث إلى المثنى نقوم بتحويل التاء المربوطة إلى تاء مفتوحة، ثم نضيف الألف والنون، ثم نضيف الألف والنون. إذن عند التحويل من الاسم المفرد المؤنث إلى المثنى نقوم بتحويل التاء المربوطة إلى التاء المفتوحة، ثم نضيف الألف والنون. نتابع حل التمرين، وهو معلم يدل على اسم مفرد. الاسم المفرد هنا أتى مذكر. عند تحويله إلى المثنى نقوم بإضافة الألف والنون على آخر الاسم المفرد، معلمان. يوم أيضا أتى اسم مفرد مذكر. عندما نقوم بتحويل إلى الاسم المفرد المذكر إلى المثنى نقوم بإضافة الألف والنون على آخر الاسم المفرد، يومان. رجل هنا أتى اسم مفرد مذكر، نقوم بإضافة الألف والنون على آخر الاسم المفرد لرجل، رجلان. ونلاحظ هنا حركة المثنى هي الكسرة، حركة المثنى هي الكسر. لنلاحظ هنا صديقة، صديقة كما ذكرنا أتت اسم مفرد مؤنث. عند التحويل من الاسم المفرد المؤنث إلى المثنى نقوم بتحويل التاء المربوطة إلى تاء مفتوحة، ثم نضيف الألف والنون. معلمة، معلمة هنا أتت اسم مفرد مؤنث. عند تحويله إلى المثنى نقوم بتحويل التاء المربوطة إلى التاء المفتوحة، معلمتا، ثم نضيف الألف والنون، معلمتان. شجرة هنا أيضا أتت اسم مفرد مؤنث. عند تحويلها إلى مثنى نقوم بتحويل التاء المربوطة إلى تاء مفتوحة، ثم نضيف الألف والنون. غابة، غابة أتت أيضا اسم مؤنث مفرد. عند تحويلها إلى المثنى نقول غابتان.